السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الجوزاء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اديني بقى اعصابك عشان نشوف اخبارك بضربه الودع والرم، وان شاء الله باذن الله يكون عندك اخبار ساره مع نقلات كتير حلوه لحياتك باذن الله. ونشوف مع بعض اخبارك بتوقعاتك بتبشراتك بكل اللي يظهر معانا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. الفتره دي من اكتر الفترات ان انت بتحاول تطلع نفسك من الهموم، بتحاول تطلع نفسك من الدايرة اللي انت محطوط فيها. انت اليومين دول محطوط في خانة حيرة، خانة توتر، خانة بعض الهموم اللي انت شايلها. بقالك مدة شايل هموم، بقالك مدة عمال تعافر لوحدك، مفيش حد جنبك ولا في حد معاك. عندك نجاح في كمان بعض الحاجات اللي وجعاك في جسمك. انت اليومين دول من اكتر الفترات اللي انت محتاج تقفل على نفسك ببان، ولا عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك، رغم ان عندك انفراجات حلوة. بس انت من عشت كذا تجربة فيها خيبة امل، فالايام دي حاسس بالحيرة وحاسس بالضغط النفسي اللي عليك. عايزك كمان هنا تحذر، يعني تحذر من حد كده غامض عايز يجيب لك هديه وهو نيته مش تمام. خلي بالك، اطلع من اللي انت فيه، علشان في الانسان اللي بيحوم حواليك وغامض الشكل خبيث. خلي بالك الشخص ده خبيث، هيجيب لك هديه عايز حاسس ان هو هيفرحك بيها، بس انت من بعد الهديه دي هتكون متردد جدا في كلام كتير. عندك هنا نجاحات، شغل جديد، امور جديدة، انتصارات، الله اعلم، بس في اخبار حلوة. انت اللي تعبك اليومين دول ان انت بتعاني من وجع الجسم. خلي بالك ان انت هيجي لك سفر، والسفر ده هيكون مفاجئ. السفر ده حد هيكلمك، هيبقى في سفر. لو انت عايز تسافر ومستني سفر فهيبقى في سفر. لو انت ممكن ما في حاجة انت مش هتكون عامل فيها حسابك، وهتلاقيها تمت من بعد المواضيع اللي انت عمال تسعى عليها. انت اليومين دول بس الظروف حاسس ان هي صعبة معاك، الظروف تعبانة معاك اليومين دول، بسبب ان انت حاسس بالضغط النفسي او حاسس ببعض الارهاق. عندك هنا انفراجة، والانفراجة دي هتكون مادية، في كلام بخصوص امور هترجع تتظبط، في كمان مشوار انت هتمشي فيه فهينجح، في مواضيع هتتفتح قدامك. بس اليومين دول من اكتر المسائل اللي انت محتاج تقعد فيها مع نفسك، من اكتر الايام اللي انت محتاج تدي نفسك فترة اكتر من كده. حاول ان انت تعرف تاخد القرارات الصح، تاخد الامور الصح. جايبين في سيرتك وبيتكلموا عليك، بيقولوا كلام مش فيك، رغم ان انت مش كده، انت متألق، انت واثق من كل خطواتك، بس جايبين في سيرتك وحاطين عينهم عليك. حصل عندك مشكلة، مشكلة في عربية، مشكلة في بيت، مشكلة بينك وما بين حد، هترجع تتفك بإذن الله الأيام اللي جاية. وأقدر أقول لك هيبقى عندك رجوع للمنفصلين، عندك رجوع للأمور. في كمان هنا اشتياق ولهفة. الاشتياق واللهفة ده أنت مشتاق لحد، أو عايز تشوف حد، عايز تكلم حد، الله أعلم. من بعض الضغط اللي انت بتمر بيه حاليا هيبقى فيه انفراجات حلوة. في كمان تجمعات عائلية، تجمعات العائلية دي هيبقى فيه كلام حلو بينكم، بس بلاش تاخدوا كل حاجة على اعصابكم. انتوا مقتنعين ان حظكم سيء، وعلشان كده بلاش تصدقوا كل حاجة فيك. انتوا مشكلتكم انتوا بتصدقوا حاجات يعني بتضايقكم. لا، هدوا اعصابكم خالص واهدوا، بلاش تاخدوا كل حاجه بحساسيه، بلاش تاخدوا كل حاجه على الاعصاب بتاعتكم. لا، حاولوا ان انتوا تهدوا اعصابكم شويه. عندكم مشاكل صحيه، دخلتوا في ايام كان فيها اكتئاب بسبب وفاه حد عزيز على قلبكم. عندكم اطفال تعباكم، او الشريك امره مضايقكم. في امور عندك منقلبة الانعكاس، وعشان كده محيراك ومضايقاك، رغم ان الفترة اللي جاية هيكون عندك امور هتتظبط، امور هترجع تتحسن. في كمان
امور هتتظبط عندك بشكل كبير او بشكل مختلف، هتحصل على حاجات انت عايزها، عمال تسعى عليها من نجاح لنجاح او من توفيق لتوفيق، من امور هتظبطها باذن الله طال انتظارها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اقدر اطمنكم واقول لكم ان انتوا عندكم خطوبة، عندكم رجوع، عندكم زفاف، عندكم امور ليكم او لحد من الاقارب عندكم، هيبقى فيه امور حلوة هتتظبط. بس اطلع لي من طاقة القلق، اطلع لي من طاقة الحيرة اللي انت بتمر بيها لوحدك. لو عندك مشكلة مع اخ، مشكلة مع اب، مشكلة مع حد معين موجود في حياتكم، ان شاء الله الايام اللي جايه الامور هترجع تتظبط، وهيبقى فيه امور حلوه، عشان باين لك انفراجات، باين لك كلام، باين لك حب كده في حياتك، باين لك مواضيع، في امور هتتظبط عندك وهتكون انت ناوي عليها. اقدر اقول لك ان انت ناوي على بدايه، والبدايه دي هتكون خير، البدايه دي هتكون نجاح، البداية دي اقدر اقول لك ان هي هتخرجك من مواضيع كتيرة جدا مسببة لك ضغط. في كمان اكتشاف، اكتشاف ناس مخادعة، اكتشاف ناس خاينة، هتكتشف بعض الامور اللي في حياتك. انت طول عمرك عايش شايل مسؤولية، طول عمرك حس ان انت لوحدك، حس ان انت متكتف، ان انت مفيش حد جنبك، مفيش حد واقف معاك، شايل المسؤولية لدرجة ان انت بتقول انا تعبت، انا محتاج التعويض. وعلشان كده هتحاول تعيد النظرة في كام موضوع في حياتك، هتحاول تعيد النظرة في كلامك، هتحاول تعيد النظرة في مواضيع عندك بتتفتح، عندك دخول لمرحلة جديدة في حياتك، والمرحلة دي انت هتحصد فيها خير. يعني ما تقلقش خالص ان انت الفترة اللي جاية هتطلع من الضغط اللي انت فيه. بس قولي انت ليه هنا حيران؟ ليه هنا حاسس ان انت في حيرة، مش عارف تاخد قرار، حاسس ان في شوية تعب عندك، في شوية كلام عندك، في شوية مواضيع عندك. بسم الله. طيب عندك هنا انت بتعاني من الضغط او القولون او حاجة بتعاني منها، عندك تنميلة في جسمك، عندك حبة خمول، واليومين دول كسلان وعايز تقفل على نفسك ببان. لا، ما انصحكش ان انت تعمل كده، انصحك ان انت تطلع وتواجه وتتكلم. عندك سلفة بتتكلم عليك، والسلفة دي معاها مجموعة بيتكلموا عليك وجايبين في سيرتك. بس رغم ان انت محسود وعليك عين شديدة، رغم ان انت هيكون عندك توفيق في بعض النجاحات في حياتك، علشان في طريق، طريق طال انتظاره، الطريق ده هيتفتح قدامك وهتحصد من وراء خير، او هتحصد من وراء امور هتظبط لك حياتك متكاملة باذن الله. في كمان حبة امور، حبة مواجهات، حبة حياة جديدة انت ناوي عليها ان شاء الله باذن الله. طيب عندك مشكلة تخص محكمة، تخص حد عندك، فالمشكلة دي ان شاء الله بإذن الله هتنحل وهتكون من صالحك انت، او هتواجه منها بعض الامور بإذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك مواصفات واحدة، الست دي شعرها طويل، بيضة، حلوة جدا، ممكن تكون مراخيرها كبيرة او بقها كبير. الست دي بتتكلم عليك، جايبة في سيرتك، يعني ممكن كمان يكون عيونها ملونة او عيونها عادي. الست دي جايبة في سيرتكم وبتتكلم عليكم. مواصفات الست دي لو موجودة قولولي. الست دي جايبة في سيرتكم، الست دي من اهل الشريك او من موجودة في حياتكم، بتحاول تأذي فيكم، بتحاول تتكلم عليكم، بتحاول تجيب في سيرتكم علشان هي غيرانة منكم. شعرها طويل، بيضة، ممكن يكون عيونها ملونة، وعندها مشكلة، لإما بقها كبير لإما مراخيرها كبيرة. خلوا بالكم منها عشان خاطر دي حطاكم في بالها جدا، وملامحها حلوة، يعني شكلها لطيف وحلوة، مقبولة من كل الناس، بس تحسوا ان هي دمها تقيل
او انتوا ذات نفسكم مش قابلينها. الفترة دي من اكتر الفترات لو انتوا عايزين تاخدوا قرار خدوه، لو عايزين تبيعوا او تشتروا اتفضلوا، لو عايزين تغيروا تليفون تصلحوا مشكلة في البيت، دي من اكتر الفترات اللي انا انصحكم بيها تعملوا اللي انتوا عايزينه، علشان خاطر عندك الامور متظبطة والقمر موجود في حياتك، وده بيدل على النور من بعد الظلمة اللي انت عانيت فيها او عانيت بيها الفترة اللي فاتت في حياتك. نفور 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 من علاقة حب، نفور من علاقة جواز، نفور عندك في حياتك، والنفور ده مسبب لك مخليك حاسس بالخنقة، حاسس بالضيق. عندكم حياة من بعد التعب اللي انتوا فيها، بس عندكم حد بيتفق عليكم، عندكم شخصين اتنين بيتفقوا على ان هم يأذوكم، اتنين بيحاولوا يعني يضايقوكم، اتنين بيحاولوا يتكلموا عليكم، بس انتوا هتكونوا عارفينه ومش هتسكتوا، بالعكس انتوا هتعملوا مواضيع كتيرة في حياتكم، وهتكتشف لكم الاشخاص الخاينة من الكذابين، هتكتشف لكم كل شخص على حقيقته. علشان كده انصحكم بالهدوء التام للفترة اللي جاية، وتحطوا نقط على حروف في حياتكم من اشخاص حواليكم بتحاول تستغلكم، فاكرينكم يعني بيحاولوا ان هم يأذوكم. دي من اكتر الفترات اللي انتوا فيها محسودين جدا، وعلشان كده انصحكم ان انتوا تغيروا حياتكم وتطلعوا من طاقات الحزن اللي انتوا فيها، وتبصوا بس على الامور اللي هترجع تتظبط في حياتكم. في ناس كتيره جدا مشكله الناس اللي حواليكم ان هم لابسين اقنعه مش بتاعتهم، لابسين اقنعه يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس هم ناس خبيثه، ناس مش لطاف ومش كويسين. وعلشان كده انصحك ان انت تبدل الكراسي وتبص لنفسك شويه، وتركز على امورك اللي هتتظبط في حياتك، وما تبصش لاي حد. انت الفترة دي بتحاول تطور من نفسك، بتحاول تفهم كل حاجة مقفولة في حياتك، وعلشان كده عندك لهفة واشتياق، وهيبقى في نجاح حلو جدا 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 انت بإذن الله هتحصل عليه. بس الكسل والتنميلة اللي بتجيلك في جسمك دي بكتر التفكير، انت برضو مش راحم نفسك، تفكير تفكير تفكير، هتفضل لحد امتى تفكر؟ هتفضل لحد امتى عمال تضحي وتيجي على نفسك؟ هد اللعب شوية، علشان كل حاجة انت واخدها على اعصابك، وده مسببة لك ضغط، مسببة لك امور، مسببة لك بعض المشاكل اللي في حياتك، فلازم تهديلي اعصابك. بسم الله. عندك حرف الالف، حرف الواو، حرف النون، الحروف دول موجودين في حياتك، الحروف دي بتحاول تأذيك، بتحاول تتكلم عليك، الحروف دي باين لك ان بينك وما بينهم مشكلة، او بينك وما بينهم كلام او حيرة، الله اعلم، بس بينك وما بينهم مواضيع بتتفتح، حاول تهدي اعصابك وتهدي اللعب شوية علشان الامور تتحسن عندك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك خطوة إيجابية هتخطيها في طريق حلو هتبدأه، وهيبقى فيه كلام، وهيبقى فيه شراكة حلوة، والأمور هترجع تتظبط عندك، بس خلي لي بالك من الأبراج، يعني الأبراج اللي هي بتحاول تتقرب منك علشان تأذيك، بتحاول تتقرب منك علشان تعمل معاك يعني تستلف منك، تتكلم معاك، فهدي اعصابك شوية، هدي اعصابك شوية. يعني انت ممكن يكون ظاهر لك هنا بعض الابراج، عندك برج الجوزاء، البرج اللي زيك، يعني عندك برج الجوزاء،
برج الجوزاء ده بينك وما بينه مواجهات، بينك وما بينه كلام. عندك اتنين برج الجوزاء زي بعض، اتنين برج الجوزاء زي بعض، ست وراجل. عندك ست الجوزاء الاتنين دول زي بعض، ست وراجل. وعندك برج السرطان وعندك برج الثور، دول موجودين في حياتك وليهم أذى كبير عليك. لو بينوا لك محبة تأكد ان هم كذابين. ست الثور كذابة بتكذب عليكم، وراجل الجوزاء وست الجوزاء في مواضيع عندكم. خلوا بالكم من الثلاثة اللي في حياتكم دول علشان خاطر انتوا متضايقين. انصحكم كمان ان انتوا تمسكوا علاقتكم شوية، ان انتوا تمسكوا على نفسكم شوية وما تصرفوش في الزايد واللزوم علشان خاطر ما تخسروش كتير. في كمان هنا خنقة وضيقة، او انتوا زعلانين من ردة فعل حد عليكم، مخنوقين من رد، زعلانين من حد بيتكلم عليكم، زعلانين من حد جايب في سيرتكم، زعلانين من حد ما ادكمش فرصة تعبروا عن اللي انتوا عايزينه. بس خلي بالكم الفترة اللي جاية هيكون في طبطبة على قلبكم، والطبطبة على قلبكم دي هتكون من عند ربنا فقط لا غير. فطول ما انتوا اعصابكم هادية حياتكم هتتظبط، وهتحصلوا على نجاح طال انتظاره مع امور انتوا اللي هتظبطوها بنفسكم، انتوا اللي هتحصلوا عليها بنفسكم. بس هتدوس اللعب شوية علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين ضغط على نفسكم ولا ناقصين تقعدوا تدخلوا نفسكم في مراحل انتوا مالكمش علاقة فيها. انت مشكلتك الصراع القلب مع العقل، عندك صراع مع القلب والعقل، داخل في صراع رهيب. هد اللعب شوية علشان تحصل على اللي انت عايزه، تحصل على النجاح اللي انا شايفه لك نجاح كبير جدا. واحب ابشرك ان انتوا عندكم طاقة انجاب او طاقة حمل. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انت دايما كنت شخص بتحب الحياة، بتحب الكلام، بتحب الاجتماعات، بتحب الضحك الهزار، بتحب الخروجات، بتحب ان انت تخرج تروح تيجي، عملت كتير خير وما لقيتش غير الشر اللي بيترد لك. عملت كتير جدا امور في حياتك، خايف جدا من المستقبل. كل الناس اللي بتتكعبل فيها، كل الناس اللي بتحبها وبتعزها دايما بتيجي عليك. لقيت لحد الان انت مش لاقي حظك مع حد، لحد الان انت في حاجات كتير جدا مخوفاك، خايف يجي بكرة وانت مخنوق ومتضايق، خايف من كل الناس اللي بتتعامل معاها، بقيت حذر، حذر جدا من اي حد في حياتك. لا انا مش عايزاك كده، مش عايزاك تسكت زيادة عن اللزوم، مش عايزاك تيجي على نفسك زيادة عن اللزوم. هي العيون صايباك صايباك، فانت عشان تقتل العيون دي لازم تقاوم. ما ينفعش السقوط، ما ينفعش تسكت، ما ينفعش يبقى يجيلك احباط. لا اطلع كمل، عافر، جاهد، مهموم، حزين، غير من نفسك، بص لحياتك بشكل مختلف، هتحصل على اللي انت عايزه. الايام اللي جايه هيكون في حظ، بس بلاش النيه الصافيه، بلاش ان انتوا تتعاملوا دايما بنيه صافيه مع ناس ما تستاهلش، بلاش تحبوا زياده عن اللزوم. وزن اموركم ووزن علاقاتكم ووزن حياتكم. انتوا مشكلتكم ان انتوا الحاسه السادسه عندكم مدخلاكم في طاقات مش تبعكم خالص. الحاسه السادسه بتخليكم تحسوا بالحاجه قبل ما تحصل. اقدر اقول ان روحانياتكم عالية جدا، عندكم الروحانيات بتاعتكم عالية، وده اللي خانقكم او ده اللي مخليكم متضايقين ومخنوقين. رغم ان انتوا خايفين او رغم ان انتوا عندكم طاقة سلبية،
رغم ان انتوا هتكونوا منصورين الايام اللي جايه، والنصره دي هتكون من عند ربنا فقط لا غير. ليه هتنتصروا؟ علشان في اعداء حواليكم مستنيين سقوطكم، في اعداء حواليكم مستنيينكم تقعوا، وبفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتكملوا وهتعفروا وهتجاهدوا وهتوصلوا للحلم. طب ازاي وهنوصل للحلم ازاي؟ باذن الله هتوصلوا. طيب انتوا مش داخلين في مشروع، انتوا مش بتذاكروا مستنيين نجاح في دراسه، نجاح في ورق، نجاح في مواضيع، كل اللي انتوا مستنينه هتحصلوا عليه عشان خاطر انتوا عمالين تقدموا الخير كتير مع ناس، عمالين تدوا كتير، فبالتالي هيكون عندكم فرحه طال انتظارها. عشت ايام سودة او ايام كانت فيها مشاكل كتير جدا الفتره اللي فاتت، ورغم اللي انت عشته، رغم ان الفتره اللي جايه هيبقى فيها امور انت هتظبطها بنفسك، وانت اللي هتيجي تبشرني وتقولي ايه اللي حصل في حياتك، بس الفتره اللي جايه هتكون فتره تغيير. عندك اربع ايام او اربع خطوات او اربع امور عندك، وبعد كده هيكون في طريق للامان، طريق للبر، هيكون الطريق قدامك هتكون واسعة جدا، هيكون الامور هتنكشف قدامك وهتخليك شخص كده مندفع، شخص كده هتدافع عن حقك وهتاخد حقك تالت ومتلت من ناس كتيرة جدا سببوا لك الوجع. انت جواك بركان، انت بتشعر بحيرة، حاسس بكده في حالة من مفيش راحة في قلبك. يعني لو انت عايز الراحة في حياتك حاسس ان الراحة قليلة، لو انت مستني ان انت تطلع من اللي انت فيه فبإذن الله تطلع من اللي انت فيه. انت بس مشكلتك ان انت الفترة دي مخنوق ومتضايق وحاسس بالفشل. لا ولا تحس بالفشل ولا حاجة، ركز بس على حلمك هتلاقي النجاح جالك لحد عندك. ركز بس على هدفك، وياريت ما انصحكش خالص ان انت تسمع كلام حد. عندك هدوء، والهدوء ده هيكون وراء انفراجات، وفي فرصة حلوة جدا هتظهر قدامك هتخليك تنسى الماضي نسيا تاما، وهتبقى جاهز ان انت تبقى تخطط من جديد، هترجع تظبط امورك من جديد، واللي ظاهر لك كله خير وفرحة وسعادة. انت الفترة دي بتعاني من الضيق والخنقة، بتعاني من شخص مش عارف تتعامل معاه، من شخص خنقك مضايقك جاي عليك او واقف بينك وما بين تحقيق هدفك، ودي طبعا حاجة مضايقاك جدا، حاجة خانقاك جدا، مخلياك داخل في مرحلة مش تبعك. وعشان كده احب افرحك ان انت لو مستنيين خبر حمل فعندكم خبر حمل بإذن الله، وهيكون في خير كمان. بلاش تقول انا متضايق، لا اطلع، دي من اكتر الايام اللي عندك القولون فيها عصبي، او من اكتر الايام اللي انت فيها عصبي، وكمان وجع في ظهرك مش طبيعي، رغم ان انتوا عندكم تحسنات حلوة، بس انتوا نجمكم خفيف، ومعنى ان نجمكم خفيف ده بيدل ان انتوا دايما محطوطين في خانة الحسد، محطوطين في خانة الكلام الكتير اللي في حياتكم. لا هدوا اعصابكم خالص علشان تحصلوا على كل حاجة انتوا عايزينها، وبلاش تكونوا حساسين زيادة عن اللزوم، وبلاش تفسروا الحاجة بأدق التفاصيل، يعني هدوا الأعصاب شوية، بلاش تيجوا على نفسكم، بصوا لنفسكم شوية، حسنوا من نفسكم، اطلعوا من طاقة الهموم، اطلعوا من طاقة المشاكل. عندك بدايات كتيرة حلوة انت عمال تبدأ فيها، عندك أمور حلوة انت شغال عليها الأيام دي، انا شايفكش عمال تركض، هتفضل تركض لحد امتى؟ بص لنفسك، خلاص الايام بتجري، فلازم تحسن من مزاجك وتعمل الحاجه اللي انت بتحبها. بتحب القهوه اشرب قهوه، بتحب الشوكولاته هات شوكولاته، الحاجات اللي انت بتحبها اعملها وطلع نفسك من اي مشكله سلبيه. اتمنى لك الخير والسعاده والهنا والرزق والتفاؤل.